واستمر عم النبي أبو طالب بالدفاع عنه حتى بدأت آثار المرض تظهر عليه وأحس بقرب أجله. شفاك الله يا أبا طالب. أشعر بقرب نهايتي يا فاطمة. لست أخشى على نفسي يا فاطمة، إنما محمد له ربه يا أبا طالب. فأسلم يا أبا طالب، أسلم ينجيك الله من عذاب أليم. واجتمع كبار قريش عند أبي طالب ليقنع النبي بترك دعوته، فرفض النبي. فقال عمه: سأمنع قريش من أن تظهر على ابن أخي، فامضي يا محمد في دعوتك كما أمرت. فلما قالها طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فجعل يقول: أي عم، فأنت فقلها، أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. ومن القصص النبوي أن رجلا من إراش قدم بإبل إلى مكة فباعها لأبي جهل فما طله بأثمانها. يا معشر قريش، هل من رجل ينصرني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني رجل غريب وقد غلبني على حقي. فأرشدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون. فأقبل الإراشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام معه النبي متجها إلى باب أبي جهل. من هذا؟ فقال: محمد، فاخرج إلي. فخرج أبو جهل وقد امتقع لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا الرجل حقه. نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للإرشي: الحق بشأنك. جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي حقي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واقترب أجل أبي طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه. سيفقد النبي صلى الله عليه وسلم سنده من الناس، فلقد ألح المرض بأبي طالب ووافته المنية في رجب سنة 10 من النبوة بعد خروج المسلمين من الشعاب بستة أشهر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب، أتترك دين الآباء؟ ألا يكفيك أنك دفعت عن محمد ودينه؟ أترضى أن تموت وأنت على غير ملة عبد المطلب؟ وظل يحدثانه حتى قال ما يريدوه: بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وبعد وفاة عم النبي بدأت قريش بإيذائه والسخرية منه. ها، لقد مات أبو طالب، هلك من كان يحميك يا محمد. وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، هذه خديجة، قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. ومن شدة الحزن والآلام في هذا العام سماه النبي عام الحزن، وقد ماتت خديجة والنبي في 50 من عمره، فتزوج بعدها بسودة بنت زمعة في 10 من النبوة، وما زالت قريش تكذب النبي وتطلب المعجزات ليثبتوا للناس كذبه بعد أن زاد عدد المسلمين. انتشرت دعوة محمد ولا بد من القضاء عليها، لا بد من التشكيك في دعوته. ماذا نفعل؟ نطلب منه أشياء يعجز عن فعلها. فكر معي يا أبا عتبة. نقول له لكي نؤمن به لابد أن يرينا معجزة أو آية تدل على أنه نبي. أية معجزة يا أبا عتبة؟ نقول له أن يشق لنا القمر. تفكير صائب، وبذلك يعجز عن تنفيذها ونقضي على دعوته. فذهبوا إليه وقالوا: يا محمد، شق لنا القمر، نريد أن نرى آية تدل على نبوتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن فعلت هذا تؤمنون؟ قالوا: نعم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق لهم القمر، فاستجاب الله لدعاء نبيه وشق له القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ما هذا؟ سحرنا محمد، سحرنا محمد. لن نؤمن بك يا محمد مهما جرى على يديك من معجزات. وأعرضوا بعدما رأوا من المعجزات، ونزل قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر.